dos mil promessas, mil riqueza. A Deus oferece sem dimensão nas algibeiras. Só aquele que nada possui, tudo perdeu. Pode forçar a noite para escolar os inocentes. دون استشراء البحث عن المغانم وبيع المناصب وحين تظهر لغة الابتزاز والتسقيط والتحريض والتشهير والمبالغة في وسائل الإعلام وتسود الإساءة للجميع بما فيه المخلصين من الموظفين في هذه البلاد وبما في ذلك التدخل في عمل الحكومة ومحاولة تعطيلها وإفشالها لتحقيق مكاسب مرحلية على حساب المصلحة العامة. لا تسمحوا بلغة التسقيط والتعميم أن تتغلب، فالسراق والفاسدون والمسيئون مهما بلغ عددهم فهم أقلية في صفوفنا، وقد قررنا قبل أيام وبإجراء قانوني
تنحية 1000 موظف حكومي قدموا للمحاكمة متهمين بالفساد وإهدار المال العام ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلا. إننا واثقون كل الثقة بصواب نهجنا وبخططنا الواقعية التي بدأت تؤذي ثمارها في السياسة الخارجية.